بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة أمل تشانل. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن درس مهم في تطبيق الإكسل على الجوال. أنا هدوس على الإكسل بالشكل ده وهاجي أفتح ملف. الملف ده أنا عاملاه دي درجات لطلبة في نصف العام وآخر العام. أنا عايز أعمل مجموع الدرجات دي. أعمل مجموع الدرجات دي إزاي؟ أنا هاجي عند المجموع هنا بدوس زي ما احنا شايفين المربع اللي تحتيه على طول ده بندوس فيه اللي هو انا هجمع 66 مع 70. تمام. هاجي ادوس على اف اكس من تحت هيظهر لي هنا اختيارات، هختار سم. تمام. وبعدين اختار اول رقم عندي واختار تاني رقم اللي انا هجمعه واجي اخد المستطيل كله على بعضه بالشكل ده كده وبعدين اقول له صح اللي ظاهره عندي هنا. تمام. هدوس عليها اداني المجموع. هاجي للصف اللي بعده برضو نفس الكلام، هدوس على اف اكس وبعدين سم وبعدين اول رقم تاني رقم وبعدين اسحب المستطيل واخد الاتنين مع بعض واقول له صح اداني المجموع اللي بعده. هنيجي للمستطيل اللي بعده هقول له اف اكس سم وبعدين اول رقم وتاني رقم واختارهم الاتنين مع بعض وبعدين اقول له صح. وبعدين ندوس على المستطيل اللي بعده نفس الكلام سم وبعدين اول رقم وتاني رقم وبعدين اختارهم الاتنين وبعدين ادوس على صح بيديني مجموعهم. يبقى احنا كده اتعلمنا نجمع الارقام في تطبيق الاكسل على الجوال. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.